ايش تتوقع يا ذيب؟ هو السؤال الاخير وشو؟ ترتيب عمك سعيد وش كان؟ ان شاء الله انه صح. تدري يا ذيب؟ لبيه ابو فلان. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. وإجابة صحيحة يا ذيب. بعد عيني ونور القلب عساني من حرم منه مالك عقلي ومالك روحي وما في داخلي والله. بعد عيني ونور القلب عساني من حرم منه مالك عقلي مالك روحي وما في داخلي والله. أحبه وارتجي وصله واجل طامعا فرضه عسى الله لا يفرقنا ويخليني أنا وياه. عسى ما يوم نتفرق حسى ضحكاتنا الدوم حبايب دوم ونبقى دوم وأحبك يا بعد الكون. مرحبا يا متعة بين القبائل الجبال يا جبال غينا. مرحبا يا متعة بين القبائل مرحبا يا متعة بين القبائل الجبال غينا. صوت 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 ما يرفع غيركم في ذمتي. ارفع الصوت مرحبا مرحبا يا مرحبا يا متعب يا باير حتى برايك في معبر
الشيء مسي عليكم بالخير. الشيء الثاني والله العظيم وبالله الرحيم شيء من خاطر وايد والله العظيم اقسم بالله العظيم انها ضاع يوم شفتكم والله يلعن اللي ما يتلعثم لا شافكم اقسم بالله العظيم. لا تعال ناخذ شوي ونسلم عليكم ونعطيكم حرامكم والله ما سمعت. هذا عبد الله اخوي سمعت العام عليكم زور هذا معيط ولد عمي اللهم صل على رفيقك ترى هنا تبقى شربت يا بعدي يلا حي كرت عينك يعني والله ما عاد والله اجعلني خدمه العرس جادك من الله وانا ما اشتريت هاي لا هلا الله رب الكريم رب الكريم يوم سعد ابو عجد خلاص بدك ابو ابوك قال ميدا من زمان يوم قال ايه ميدا من زمان يوم سالك كان يودي ابوه المستشفى ابوك كيف اموركم الله يجيك بارك الله فيك حق تسحب اخوي لا ماني مزعله سلام على نعم يا ولد ابن حميد مرحبا مبروك على ولد عمك وخوك كل جاي الله يبقيك اول امرك الله يحييك الله يحييك عدوا يا مرحبا الله يبقيك طول عمرك حاج نبدا ساك طيب السلام يلا حيهم يلا حيهم يجي عندك دارين شوشوم شوشوم انا زوج الله الله